بصدد ورشة مشتركة ما بين منتدى المواطنة والجمعية المغربية للسياسات العمومية ومختبر المجال والمجتمع التابع للشعبة الجغرافية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية. أي كتلقى واحد ثلاثة ديال الإيرادات واحد ثلاثة ديال المواقع، الموقع الجامعي الأساسي، الموقع ديال البحث العلمي والموقع المدني، باش يطرحوا واحد الموضوع اليوم حسمنا بأنه يشكل أحد المواضيع المحورية بالنسبة للتنمية والأمن والحقوق الإنسان في المغرب، اللي هو الموضوع ديال الماء. صحيح أنه في السنوات الأخيرة الموضوع ديال الماء تطرح بقوة على ضوء المشكل ديال التحولات المناخية وعلى ضوء الجفاف اللي عرفوا المغرب هذه السنة، ثم الأزمات الدولية وأساسا المترتبة لا على جائحة كورونا والآن على الحرب الروسية على اجتياح روسيا لأوكرانيا، ولكن جاء الوقت باش أنه الدولة ديالنا ترجع البحث العلمي والباحثين والمعطيات التاريخية والطبيعية والجغرافية اللي كتأكد بأن المغرب بلد شبه جاف، أي التساقطات في المغرب أصلا قليلة وأصلا غير منتظمة ولا يمكن التحكم فيها، وبالتالي يجب ملائمة السياسات العمومية المائية وباقي السياسات المرتبطة بها والمعتمدة عليها وأساسا السياسات الفلاحية والزراعية مع هذا المعطى الجغرافي التاريخي الثابت أن المغرب بلد شبه جاف وأمطار فيه قليلة وغير منتظمة، وبالتالي موارد المائية محدودة، بالإضافة لأن جلها هو سطحي وبالتالي معرض للاستنزاف عن طريق الحرارة، وجل الأنهار المغربية صحيح الحمد لله المغرب عنده استقلال الموارد المائية لا الجوفية ولا السطحية، ولكن جل هذا السطحي يا إما كيصب في مناطق جافة، يعني الأنهار كتصب في مناطق جافة أو كيصب في البحر. صحيح أن المغرب والدولة المغربية انتبهت مبكرا وكان عندها وعي مبكر الإقرار سياسة ديال السدود وواحد الحكمة مائية وتوفير قانون ديال الماء ومجلس أعلى للماء وآليات ديال التدبير وحماية الماء والصيانة ديالو، ولكن اليوم كيبان هذا الإطار السياسي والمؤسساتي والتشريعي لم يعد كافيا. فاليوم أولا يجب إعادة بناء استراتيجية الوطنية للماء المندمجة واللي مبني على المعطيات التاريخيه والطبيعيه والجغرافيه، واللي مبني على المعطيات ديال المنظومه الزراعيه والمنظومه الغذائيه، واللي كتضمن حمايه الامن المائي والغذائي والحقوق المائيه والغذائيه متلائمه ومتفاعله مع المعطيات الطبيعيه والجغرافيه في المغرب، والمعتمده على الذكاء المغربي والخبره المغربيه التاريخيه في ملائمه المنظومه الزراعيه والغذائيه مع الطبيعه مع المعطيات الطبيعيه والمائيه والمطريه في المغرب. هذه المساله هذه كتنبهنا بان اليوم المغرب من اولى الاولويات اللي خصنا نتحلوا بالمسؤوليه والشجاعه فيها ومراجعه المنظومه الزراعيه التصديريه اللي كتستنزف اليوم اكثر من 80% ديال الموارد المائيه، واللي ضغطات على المغرب وفرضات على المغرب يحول المنظومه ديالو والدوره ديالو الزراعيه وينتج مواد ما كيستهلكهاش كيصدرها، ويستورد مواد اللي مبني عليها المنظومه الغذائيه ومبني عليها النظام الغذائي، وحنا كنعيشوا اليوم ازمه ديال الحبوب في بلد اللي يعني استنزفت فيه موارد مائيه في لائحه تصديريه لا تدخل في الاولويات وفي المنظومه الغذائيه، بالاضافه لانه هذه الفلاحه التصديريه الزراعيه موضوعيا يجب مساءلتها شنو هو الاثر ديالها. دوينا على الاثر على المنظومه الزراعيه والمنظومه الغذائيه، الاثر ديالها على التنميه الجهويه، المناطق اللي استنزفت فيها الموارد المائيه من اجل زراعه تصديريه، اشنو هو الوضع التنموي اللي فيها الان؟ شنو هو الوضع الان ديال الاندماج الاقتصادي والاجتماعي فيها؟ اشنو هو الوضع ديال التنميه القرويه فيها؟ فاذا هذه اول حاجه خص تكون عندنا الجرأه والشجاعه اننا نراجعوا المنظومه الزراعيه ونلائموها مع المعطيات الطبيعيه ومع الامن والسياده الغذائيه والمائيه ديال المغرب. المساله الثانيه هو اليوم يجب موضعه البحث العلمي والسلطه العلميه والمعرفه العلميه والبحث والدراسات العلميه والاستشراف العلمي والاقتراح العلمي في مكانه. فيجب يعني بناء وتأسيس وتمكين مؤسسات علمية ومراكز علمية للبحث المائي، للدراسات المائية، للاستشراف المائي، ولبلورة مقترحات في مجال صيانة الماء وحمايته وتدبيره واستعمالاته وطنيا وجهويا. المسألة الأخرى يجب تطوير الإطار التشريعي، يجب إقرار قانون إطار ديال الماء شامل
كيضمن الأمن المائي، كيضمن الحقوق المائية، ويؤطر وينظم مختلف الاستعمالات ديال الماء والمجالات ديال استعمال الماء. المسألة الثالثة، يجب إقرار سياسة عمومية عردانية عبر قطاعية لدى السيد رئيس الحكومة اللي تتولى تدبير الماء وتدبير استراتيجية ديال الماء والتمكين ديال هذه السياسة العمومية تشريعيا ومؤسساتيا وتنظيميا على مستوى المورد، وإعطاء البعد الترابي والجهوي ديالها بكل وسائل ديالو. ثم يجب تعزيز صلاحيات واختصاصات المجلس الأعلى للماء، ولما لا مجالس جهوية مشتركة وعبر قطاعية ديال الماء. وأخيرا بطبيعة الحال يجب تعزيز توعية والتحسيس ديال المواطنات والمواطنين بترشيد الاستعمال ديال الماء في المنازل. كذلك يجب مراجعة المنظومة السياحية ديالنا والريادية اللي معتمدة على ريادات لا تدخل في الأولويات الريادية ديال المغرب، واللي كتقتدي استهلاك موارد مائية كبيرة. وأخيرا اليوم المغرب راه بدأ واحد الخطوة، يجب استعمال البدائل والوسائل البديلة التقنية ديال تدوير المياه وديال استعمال المياه ديال البحر، وكذلك التحكم في المياه السطحيه والتقليل من التسرب من 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 التبخر ديالها او من التسربات ديالها في مناطق ذو الاستفاده منها.